ده النجم العظيم جوني ديب، وطبعا حضراتكم اكيد فاكرين مشاكله مع طليقته امبر هيرد اللي مالت وسائل الاعلام لفتره. بس الحقيقه كلام النهارده عن اشهر ادواره كابتن جاك سبارو. كابتن جاك سبارو كان الشخصيه الرئيسيه في سلسله افلام الاثاره والمغامرات والحركه قراصنه الكاريبي. القصه اللي ورا كابتن جاك سبارو مستوحاه في الاغلب من قرصان انجليزي حقيقي اسمه جاك وورد، احيانا بيسمى جون وورد او بيردي، يعني بتاع الطيور، لانه كان راجل معروف بحبه واقتنائه للطيور، ولعل ده كان أحد أسباب تسميته في الفيلم باسم جاك سبارو، وسبارو ده نوع من العصافير. الفترة اللي عاشت فيها الشخصية الأصلية لجاك سبارو كانت فترة حساسة جدا من تاريخ أوروبا، والقصة تبدأ في 1588. في هذه الأثناء ظهرت ما يسمى بعبارة كلاب البحر الإليزابيثية أو كلاب البحر التابعين للملكة إليزابيث، ونلاحظ هنا أن احنا بنتكلم عن الملكة إليزابيث الأولى في القرن السادس عشر، يعني سنة 1500 وكذا. لو حضرتك كنت عايش في الزمن ده، أولا ما كانش فيه دولة اسمها أمريكا أصلا، وفي قوة عظمى وحيدة مسيطرة على العالم، هي أغنى دولة في العالم في الحقيقة، يعني كانت أول إمبراطورية في التاريخ الحديث، يبقى اسمها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، اللي هي إسبانيا. في نفس الوقت كانت مملكة إنجلترا بتحاول يعني يبقى لها دور على خريطة العالم أو حتى بين الدول الأوروبية الكبرى. لو حضرتك عايش في الزمن ده هتلاقي إن إنجلترا غير اللي نعرفها النهاردة، كانت مجرد دولة ثانوية على خريطة العالم وبين الدول الأوروبية. إنجلترا كانت دولة إلى حد ما مقفولة على نفسها، ما عندهاش طموحات كبيرة، بتعتمد على أنشطة الرعي والزراعة. معظم صادراتها في هذا الوقت كانت الصوف. عندها شبه اكتفاء ذاتي من كل شيء تقريبا داخل الجزر البريطانية. الفكرة هنا أن النوايا الاستعمارية لجيران إنجلترا كانت هي السبب في استيقاظ الوحش الاستعماري الكبير من نومه الطويل. نقدر نقول كده كانت السبب في ميلاد بريطانيا كقوة استعمارية كبرى. إنجلترا زمان وقبل العصر الاستكشافات الكبرى البرتغالية والإسبانية اللي أضافت لمساحة الأرض مساحات جديدة، كانت مجرد جزيرة باردة معزولة في ركن في أقصى شمال العالم، حاجة كده على شمال السماء بالتعبير المصري، ملهاش أي صفة أو أهمية جغرافية. لما بدأت الاكتشافات الحديثة خلت إنجلترا فجأة في مركز العالم، وأصبحت واحدة من بوابات التجارة الأوروبية لموقعها المتميز بين أوروبا وبين الولايات المتحدة. باختصار بقت مصر بالنسبة للعالم الجديد، زي ما كان ده موقع مصر في العالم القديم، وده فتح عينيها على تطلعات وثروات جيرانها الاستعمارية في الزمن ده، هولندا وإسبانيا وفرنسا. الإنجليز، ويمكن دي تكون معلومة مفاجأة لحضرتك، ما كانش عندهم أسطول قوي وكثيف العدد زي جيرانهم الأوروبيين وخاصة إسبانيا، بعكس إسبانيا اللي كان عندها أسطول رهيب رابط الغرب في الأمريكتين بالشرق لحد جزر الهند والفلبين. وكدلالة على ثراء وثراء ما يحمله، كان هذا الأسطول يحمل اسم أسطول الكنز أو أسطول الفضة، كتسمية إسبانية حرفية. الجماعة بتوع ست إليزابيث بقى كانوا أحياناً بيحصلوا على دعم، وأحياناً على وثائق رسمية تعلن انتمائهم أو تبعيتهم للتاج الإنجليزي. البحارة الإنجليز كانوا بيتدربوا في بحر الشمال، وده كان بحر شديد القسوة، سواء من ناحية البرودة أو التيارات البحرية القاسية أو الغيوم المستمرة التي تزعج البحار، بخلاف البحر المتوسط اللي هو عبارة عن بحيرة دافئة ولطيفة، وبالتالي ده سمح بإنتاج طراز جديد وفريد من البحارة، أشداء وملاحين ماهرين عندهم خبرة كبيرة جداً في قيادة البحر. من ناحية تانية، العلاقة بين إسبانيا وإنجلترا كانت علاقة توكسيك لا تقل سمية عن علاقة جوني ديب بطليقته أمبر هيرد. إنجلترا ولفترة استمرت عشرات السنين كانت حليف لإسبانيا العظمى. إنجلترا اللي كانت قوة ثانوية كانت تملك جزء من شمال فرنسا. الجزء ده فضل تحت السيادة الإنجليزية حوالي 500 سنة. في نفس الوقت اللي فرنسا بيحصل لها فوران مفاجئ وبتقرر تلعب الدور الكبير في القارة الأوروبية وتفرض سيطرتها على هذه القارة. مين اللي حست بالقلق من هذه الصحوة الفرنسية؟ إسبانيا. إسبانيا وفرنسا بينهم حدود مشتركة طويلة، وده خلى إسبانيا تشعر بالتهديد وتحاول تدخل في تحالف مع إنجلترا على أساس أنها تعمل كماشة حوالين فرنسا. ممتلكات إنجلترا في فرنسا في شمال فرنسا، وإسبانيا من ناحية الجنوب. التحالف ده شاهد صور كثيرة، من ضمنها الزيجات الملكية بين البيتين الحاكمين في البلدين اللي هي الأسرة الحاكمة. والد الملكة إليزابيث أثناء حكمه كان عنده مشكلة مع زوجته وكان حابب ينفصل عنها، وعلشان كده تبنى مذهب ديني إصلاحي جديد حاول يدخله في إنجلترا أسوة بالحركة اللي كانت حاصلة على مستوى أوروبا كلها، وده أثار بعض الاستياء في إسبانيا اللي كان معروف إنها بتتبنى المذهب التقليدي. لما مات ملك إنجلترا تولد بنته الحكم
اسمها حتى مميز وما يتنسيش، ماري الدموية، بلادي ماري، وهي أخت الملكة إليزابيث الأولى. ماري الدموية كانت متزوجة من ملك إسبانيا، ونتيجة لحماسها في إظهار ولائها للمذهب التقليدي اللي كان منتشر في إسبانيا، حاولت تحرق 260 فرد من الإصلاحيين في إنجلترا، مش تقتلهم، لأ، تحرقهم، وده كان سبب التسمية، سبب تسميتها بماري الدموية. الملك الإسباني كان بيتلاعب بالإنجليز، وبضغط على زوجته الملكة طلب منها إرسال قوات لمحاربة الفرنسيين في هولندا. القوات الإنجليزية انتصرت فعلا على الفرنسيين في هولندا، لكنها في المقابل خسرت أراضيها في شمال فرنسا. موضوع خسارة الأراضي الفرنسية ده بالذات يمكن هو اللي موت ماري بحسرتها. ولما ماتت بلادي ماري تولت الحكم أختها غير الشقيقة إليزابيث الأولى، والأوضاع الاقتصادية في إنجلترا في الوقت ده كانت سيئة لا تحسد عليها. من الشائع تاريخيا أنه إليزابيث الأولى كانت ستتزوج من ملك إسبانيا، ولكن ملك إسبانيا تعامل مع الفكرة بكثير من التكبر. إليزابيث بخلاف أختها كانت ست عاقلة راسية وهادية، وبدأت تفكر في مواجهة الوحش الضخم اللي اسمه إسبانيا، اللي كان العداء بينهم بيكبر كل شوية. ما دخلتش بقى في صدام مباشر ومتهور، لأ، ده كان حاجة على الهادي قوي. جزء أصيل من العداء ده كان سببه ديني، لأنه إليزابيث رجعت تتبنى تاني المذهب الإصلاحي، وبالنسبة لعقيدة الإسبان كانت إليزابيث بنت غير شرعية. إنجلترا بتفقد مواردها لصالح إسبانيا اللي أصبحت بتحكم هولندا بعد تدخل إنجليزي، بالإضافة لخسارة مورد مهم في قلب فرنسا اللي خسرته ماري في الحرب. الإسبان في عدائهم لإليزابيث بدأوا يدعموا وريثة العرش بمجموعة من المؤامرات انتصرت فيها إليزابيث كلها، وانتهت بإعدام وريثة العرش اللي كانت متآمرة مع الإسبان. وكرد فعل بدأت تدعم الثورة الهولندية ضد الحكم الإسباني، وأوجدت حل لزيادة الدخل الإنجليزي، فبدأت إليزابيث الأولى في دعم عصابة كلاب البحر. الحملات دي كان اسمها حملات استكشاف، لكنها كانت لا تخلو من القرصنة، خصوصا في منطقة نفوذ الإسبان في البحر الكاريبي. معظم الشخصيات اللي كانت في عصابة كلاب البحر التابعة للملكة إليزابيث أصبحت تعرف الآن بلقب سير، كدليل على التكريم الملكي للرجال دول. قرصنة الإنجليز ما كانوش بيستهدفوا بالذات السفن الإسبانية، ولكن السفن الإسبانية كانت صيد ثمين. الملكة الإنجليزية علشان تشجع حاملات القرصنة اللي كانت بتساهم في تمويل المجهود العسكري الإنجليزي، كانت بتستغنى عن حاجة اسمها حصة الملك. وهكذا استمر الإنجليز في سرقة السرقات الإسبانية المنهوبة أصلا من ذهب وفضة من الشعوب الأمريكية الأصلية في أمريكا. الحقيقة يعني إنه السرقات ما كانتش مقتصرة على الذهب والفضة وبس، دي كانت كمان بتسرق السفن الإسبانية القادمة من الفلبين وجزر الهند الشرقية اللي كانت محملة بالتوابل اللي سعرها عالي جدا، ومحملة بالخزف وغيرها من منتجات قارة آسيا. تحول الإنجليز إلى السرقة والقرصنة سبقته محاولات للتجارة مع المستعمرات الإسبانية في منطقة الكاريبي. الإسبان كانوا بيردوا على الإنجليز أحياناً بإحراق سفنهم، وأحياناً باعتبار مشاركة الإنجليز في تجارة الرقيق مسألة غير مرحب بيها وغير شرعية. واحد من كلاب البحر التابعين لإليزابيث طلع في الشمال على اعتبار إنه هيلاقي طريق بحري شمال أمريكا الشمالية، ولما معرفش استقر في المنطقة التي نعرفها حالياً باسم كندا. بس هي الملكة إليزابيث ما كانتش مركزة مع موضوع المستعمرات الإنجليزية في الوقت ده. واحد تاني من البحارين الإنجليز كان الإسبان مسميينه التنين، لأنه كان بيسرق بشكل وحشي وبلا رحمة. بدأت رحلته في استكشاف الطرق البحرية والسرقة بإخلاص شديد. في بداية رحلته أغار على قافلة كاملة من الفضة في منطقة رأس الرجاء الصالح. مرجعش بقى للملكة على طول، لأ، ده كمل رحلته لحد منطقة الكاريبي في المحيط الأطلسي، وهناك كان بياخد فدية من المدن اللي ليها مواني بحرية عن طريق التهديد بالحرق. هو ما كانش بيهدد بس، هو كان بيبدأ بالفعل بحرق المدن جزء بجزء، حتة حتة، لحد ما الناس تلم الفدية. لو ما عرفوش يبقى هيحرقها كلها. الهجمة الإنجليزية استمرت تحت قيادة هذا التنين، وبدأ يدور حول أمريكا الجنوبية من الجنوب لحد ما وصل لشواطئ أمريكا الجنوبية ناحية الغرب المطلة على المحيط الهادئ، وكمل مسيرة السرقات والإغارة على المستعمرات الإسبانية. وكان من ضمن الغنائم سفينة كاملة من الذهب والفضة فضل الرجالة يفرغوها لمدة 6 أيام. واستمرت الرحلة لحد منطقة سان فرانسيسكو الحالية، واستكمل الإنجليز الرحلة من المحيط الهادئ للإغارة على سفن التوابل في منطقة الفلبين، ثم العودة مرة أخرى إلى إنجلترا. دي رحلة واحدة فقط من رحلات القرصنة الإنجليزية، جمعت خلال الرحلة ما قيمته 600,000 جنيه استرليني في وقتها. علشان نفهم مدى ضخامة هذا الرقم، حاولنا نستخدم موقع خاص بالحكومة البريطانية لتحويل القوة الشرائية للأموال في عصور مختلفة، فلقينا إن الرقم ده يعادل في سنة 2017 حوالي 123 مليون جنيه استرليني. الرقم ده كان يعادل إجمالي الدخل السنوي لإنجلترا وقتها لمدة سنتين. الأثرياء الإنجليز نتيجة للأرباح اللي كانت بتحققها رحلات القرصنة اتجهوا لتمويلها كمكان للتجارة، بديل للتجارة،
وده طبعا كان بيرضي الملكة. الراجل ملك إسبانيا، ونتيجة للخسائر المتتالية اللي كان بيسببها الإنجليز بعمليات القرصنة والسرقة لشقاه وتعبه في سرقة المستعمرات بتاعته، قرر يحسم الصراع الإسباني الإنجليزي بمعركة حاسمة فاصلة، حرب بحرية مباشرة وحملة عنيفة ضد الإنجليز عن طريق أسطوله الكبير اللي اسمه الأرمادا، ومعناه الأسطول الضخم باللغة الإسبانية. الحملة دي أطلق عليها الإنجليز اسم الأرمادا التي لا تقهر، وده كان نوع من أنواع التهكم على الإسبان. المعركة بدأت سنة 1588. إسبانيا كان أسطولها ضخم وسفنها نفسها كانت ضخمة جدا وعليها أعداد كبيرة من المدافع، وده خلى حركة الأسطول بطيئة جدا وقدرة سفنه على المناورة محدودة جدا. الغرض من المعركة دي كان إيصال 30,000 جندي إسباني للبر الإنجليزي لاحتلال إنجلترا. الست إليزابيث جمعت كل رجالتها اللي كانوا منتشرين بينهبوا في البحر تحت قيادة عسكرية موحدة، وضمت حتى الأسطول التجاري وأمدتهم باللي قدرت عليه من المدافع. واحد من الرجال اللي شاركوا في هذه المعركة كان الشخصية الحقيقية الكابتن جاك سبارو. نتيجة بقى لخبرات البحارة الإنجليز اللي كانوا طول الفترة اللي فاتت بيستخدموا تكتيكات شبه عسكرية في الإغارة والسرقة، ونتيجة لإمكانيات سفنهم الصغيرة على المناورة والكر والفر حرمية أساساً، وخبرات التدريب القاسي في بحر الشمال، قدروا ينتصروا على الإسبان في هذه المعركة البحرية الكبيرة. الانتصار كان مذل من الناحية العسكرية، مذل من الناحية السياسية، لأن إنجلترا اللي كانت قوة ثانوية جانبية في هذا الوقت بهدلت العملاق الإسباني الكبير. بالنسبة لكثير من المؤرخين العسكريين، كانت فرقة كلاب البحر التابعة للملكة إليزابيث هي نواة تكوين قوات بحرية نظامية إنجليزية وبداية للسمعة البحرية الإنجليزية كأقوى قوة بحرية في العالم. فالفكرة إنه بداية تأسيس أسطول إنجليزي بنيت أصلاً على فكر السرقة، وهيستمر في رعاية الإمبراطورية اللي هتسرق بلا رحمة في القرون التالية. حضرتك هتسألني بقى، أومال الأخ جاك سبارو راح فين؟ بالنسبة لأغلب المصادر، بعد وفاة الملكة إليزابيث الأولى، رعاية التاج الإنجليزي لعمليات القرصنة توقفت، وعدد كبير من القراصنة انتقلوا للبحر المتوسط اللي كان فيه فرص حلوة. الشخصية الحقيقية لجاك سبارو بالذات كان بينفذ عمليات قرصنة للدولة العثمانية، والشائع انه مات ودفن في تونس تحت اسم الريس يوسف.